بدأ المنخفض الجوي الثاني المصنف من الدرجة الثالثة تأثيره على مناطق المملكة بحسب موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية. ويرافق المنخفض الجوي الثاني هذا العام أجواء باردة وعاصفة وغائمة مع زخات مطرية مصحوبة بالبرد فوق المرتفعات. إدارة الأرصاد الجوية بدورها حذرت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومن شدة سرعة الرياح وهباتها القوية ومن تدني مدى الرؤية الأفقية خصوصا في مناطق البادية بسبب الغبار. وسجل المنخفض الأول منتصف الأسبوع أعلى مجموع مطري بنحو 73 ملمترا وبنسبة 16% من المعدل الموسمي العام. نقترب أكثر من تأثير المنخفض الجوي الثاني على عمان والطفيلة مع مراسلينا عبد المهدي العواجين ورامي العيسى. أهلا بكما، وأبدأ معك عبد المهدي. كانت هناك اليوم هبات قوية للرياح سبقت هذا المنخفض الجوي الثاني، كيف أثرت الرياح على مناحي الحياة في الطفيلة؟ بالفعل لانا منذ ساعات صباح هذا اليوم بدات محافظه الطفيله تتاثر بالرياح قويه شملت كافه مناطق محافظه الطفيله. كانت هذه الرياح ذات هبات قويه وشديده في بعض الاحيان تسببت في اثاره الغبار، الا انها تاثيرات تذكر خلال موجة الرياح التي شهدتها المنطقة. لا يوجد أي حوادث تم إبلاغ غرف العمليات عنها سوى باستثناء هي أعطال فردية لشركة للكهرباء وتم التعامل معها من قبل كوادر شركة الكهرباء هنا في مختلف مناطق محافظة الطفيلة. نعم عبد المهدي، ما هي الاستعدادات للثلوج المتوقعة منتصف هذه الليلة؟ نعم بالفعل استعدادات كبيرة أعلنتها الجهات المعنية في التعامل مع الحالة الجوية من بلديات وأشغال عامة والدفاع المدني وكافة الجهات المعنية للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة. للحديث أكثر عن الاستعدادات ينضم إلينا رئيس بلدية القادسية سيد علي النعانة. سيد علي، بلدية القادسية أو منطقة القادسية من أكثر المناطق التي تتأثر في المنخفضات الجوية، نتحدث عن استعداداتكم للحالة الجوية المتوقعة. بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر قناة رؤية على هذا اللقاء ومتابعتها الحثيثة للقضايا التي تطرأ على الساحة الأردنية وخاصة في فترة الشتاء فترة المنخفضات الجوية. استعدادات بلدية القادسية من يوم أمس تم فتح غرفة عمليات فرعية في بلدة القادسية مشبوكة ومرتبطة مع غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة للتعامل مع الحالة الجوية أثر المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة الأردنية الهاشمية في نهاية هذا الأسبوع. فكانت استعدادات البلدية من خلال توفير طواقم البلدية وبجاهزية عالية بالإضافة إلى آليات البلدية ومدعومة بآليات من الأشغال العامة، وتغطي هذه الآليات وهذه الكوادر منطقة القادسية وضانة والمحمية الطبيعية بالإضافة إلى الخط أو الشارع الملوكي المار في منطقة القادسية. تحدث عن التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى التي تعمل في الحالات الجوية. سيدي، التنسيق على قدر عالي من المتابعة والمسؤولية مع مديرية الأشغال والخدمات المشتركة ولواء الأمير زيد والدفاع المدني بالإضافة إلى كوادر من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والاستعدادات تتم على جاهزية عالية والحمد لله في خدمة المواطنين. نعم، في بلدة وصلت القادسية الفكرة والمناطق المحيطة بها بالإضافة إلى الحركة السياحية التي تشهد محمية الضانة الطبيعية. فهناك تعامل بمجموعة من القضايا والحوادث التي تحدث وحدثت بالفعل ليلة البارحة مع مجموعة من السياح في منطقة ضانة وتم التعامل معها بكل شفافية وبكل حرفية. نعم. شكرا جزيلا لك، كنت معنا رئيس بلدية القادسية، أقول كلمة لك. نعم، أرجو أن تبقى معنا عبد المهدي وأنتقل إليك رامي. عادة مع كل منخفض جوي يهب المواطنون إلى الأسواق، كيف هي الحركة الشرائية غرب عمان؟
نعم لنا، أهلا بك وبالسادة مشاهدينا. الآن أنا موجود في منطقة تتلاع العلي وبتحديدا بالشارع المعروف باسم سوق السلطان، هذا الشارع الذي تكتظ به محلات الملابس والمحامص والمخابز. الحركة الشرائية ضعيفة بحسب ما تحدثنا مع أصحاب المحال التجارية في هذه المنطقة. نتحدث لنا عن ركود في السوق بشكل عام منذ أشهر، وخاصة بعد انتهاء موسم الأعياد المجيدة. خلال جولتنا من شارع الإذاعة والتلفزيون، أي من مقر القناة قناة رؤية حتى شمال العاصمة عمان، أي من جنوب عمان إلى شمال عمان، لاحظنا ارتفاع لمنسوب المياه في أكثر من منطقة. نتحدث عن ارتفاع لمنسوب المياه في منطقة وادي عبدون، في منطقة الرابية، وتحديدا الإشارة المعروفة باسم إشارة الضمان الاجتماعي. وكما تشاهدون عبر هذه العدسة الآن في منطقة تلاع العلي، هنالك ارتفاع لمنسوب المياه في بداية شارع سوق السلطان. ونسأل الله تعالى أن تكون هذه أمطار خير في بداية الخماسين وبداية سعد الذابح كما هو معروف بهذا الاسم عاميا. فهذه هي الأوضاع هنا في سوق السلطان من حيث المحال التجاري ومن حيث ارتفاع منسوب المياه. رصدنا العديد من كوادر أمانة عمان والأجهزة المعنية التي تقوم بواجبها على أكمل وجه، وتحديدا في نفق الدوار الواحة، حيث هنالك خوف من ارتفاع منسوب المياه في تلك المنطقة. وأمانة عمان موجودة للتشييك أول بأول على المناهل والمصارف بشكل عام. وننوه للسادة المواطنين والمشاهدين عبر شاشة رؤية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعدم التواني بالاتصال مع الجهات المعنية في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بارتفاع منسوب المياه أو الكهرباء وغيرها. نعم، شكرا لك رامي العيسى، وعلى هذه الصورة الإجمالية لحال الشوارع غرب عمان. وشكرا لك عبد المهدي العواجين من الطفيلة، ولضيفك رئيس بلدية القادسية.